وشخصت العينان. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا يبس منا اللسان، وشخصت العينان وارتخت اليدان. اللهم لقنا الجواب، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة، وافسح لنا فيها مد البصر، وافسح لنا فيها مد البصر، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان. اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار، اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.